وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فريد بدر رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين. رحب بك في نشرة الثالثة سيد فريد، وبداية برأيك ما هي أبرز نقاط التحول في القطاع الصناعي البحريني، خصوصا بعد إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026؟ نعم، كما تعلمون أن القطاع الصناعي في البحرين من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%. نعم. عرضت وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية لهذا القطاع المهم، وهذه الاستراتيجية تتمحور حول 4 محاور. أول شيء الاستثمار في البنية التحتية، ثانياً تحسين تجربة المستثمرين، تعزيز الصناعات الوطنية، توفير فرص عمل للمواطنين، وتحديث القوانين والتشريعات. وهذه الاستراتيجية لتعزيز الصناعات الوطنية، وأهمية هذه يعني الاستراتيجية في بالنسبة للتدشين البرامج القيمة المضافة المحلية، وتوفير برامج احتضان الصناعات الصغيرة، وتشجيع الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال. نعم سيد فريد، فيما يخص قطاع الألمنيوم المسمى بمعدن المستقبل، كيف ترى مستقبل هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين؟ الألمنيوم أو القطاع الصناعي في الألمنيوم، اليوم مملكة البحرين تنتج حوالي 1.5 مليون طن من ألمنيوم، أي بنسبة 2% من إنتاج العالمي للألمنيوم، أكبر مصدر في العالم بعد الصين. حسب الإحصائيات، حجم السوق العالمي للألمنيوم يقدر ب 230 مليار دولار، وحسب الإحصائيات يزيد حجم هذه السوق إلى 350 مليار دولار في السنوات القادمة 2030. نعم. معدن الألمنيوم من أهم المعادن أهمية، لأن معدن غير مقاوم للتآكل، له نسبة عالية من الموصلية الحرارية، وأكثر وفرة في القشرة الأرضية. وثاني شيء من أهمية هذه يعني أهمية المشروع الألمنيوم، الاستثمار في الألمنيوم، أن وزارة الصناعة والصناعة التجارة عملت يعني مشكورة بإنشاء منطقة صناعية قريبة من ألبا صناعات التحويل للقطاع الألمنيوم لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. نعم. وحوالي تقريبا مساحة المنطقة هذه راح تكون حوالي تقريبا 500,000 متر مربع. احنا في غرفة البحرين نقوم بتشجيع فرص الاستثمار في القطاع الألمنيوم التحويلية، وإعادة تدوير المخلفات الألمنيوم. في الأيام القادمة إن شاء الله عندنا مستثمرين أجانب قادمون إلى البحرين، وعندهم رغبة في الاستثمار في الألمنيوم. نعم. بإذن الله. نعم سيد فريد بدر رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.